امرأة كبيرة السن لا يوجد لبن في ثديها، وكانت تعطيه لطفلة صغيرة حتى تسكت من البكاء، فهل تعتبر هذه الطفلة ابنتها من الرضاع؟ الرضاع المحرم للمصاهرة هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم كما هو شأنه، بمعنى أن يكون بالمرضع لبن فعلا يتغذى به الرضيع. إذا كانت المرضع كبيرة في السن وليس بثديها لبن بالفعل، فإن الطفلة لم تتغذى بلبن، وإنما سكتت عن البكاء كأنها ترضع، وذلك أشبه بما يوضع في فم الطفل من حلمة صناعية يخيل إليه أنه يرضع منها فيسكت أو ينام، وعليه فلا تثبت حرمة بهذا الرضاع الخالي من اللبن. ولو كانت هناك فتاة لم تتزوج ولا يوجد في ثديها لبن أو أي سائل، لو رضعت منه طفلة أو طفل لا يثبت به تحريم. أما لو كان في ثديها لبن بأي شكل من الأشكال فالتحريم يثبت بالرضاع منه. جاء في كتاب كفاية الأخيار في فقه الشافعية: لا فرق في المرضعة بين كونها مزوجة أو لا، ولا بين كونها بكرا أو لا. وقيل لا يحرم أو لا يحرم لبن البكر، والصحيح أنه يحرم ونص عليه الشافعي. وجاء في تحفة المحتاج لشرح المنهاج في فقه الشافعية أن المرضع إذا كانت صغيرة أو آيسة وتأكدت أن ما ينزل من ثديها ليس له وصف اللبن، ولكن هو ما يسمى عرفا بالمصل أو المثل الحصير، فإنه لا يترتب عليه تحريم. أما لو كان له وصف اللبن حتى لو كان نقطة واحدة فإن التحريم يثبت بذلك، ولا يشترط كون الرضعات مشبعات. هذا والصغيرة التي لا يعتبر رضاعها هي التي لم تبلغ 9 سنين كما قال الشافعية، لأنها لا تحتمل البلوغ ولا الولادة، واللبن المحرم فرع عن ذلك، والله أعلم.